اسمي سراء محمد القطاونة، عمري 22 سنة، سكان محافظة الكرك. تخرجت بشهر 6 من جامعة مؤتة تخصص إنتاج نباتي. وأنا بجامعة مؤتة كنت من ضمن المتطوعين بصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. اشتركنا ببرنامج أو مشروع درب للتأهيل الوظيفي، هو باختصار مشروع بيعرف الطلاب كيف تندمج بسوق العمل وتأسس نفسك. واشتغلنا على مدار شهرين، كانت هاي أول تجربة لي مع درب من ضمن 3 تجارب. لما دخلت بسوق العمل اكتشفت إنه أكتر شغلة بعانوا منها شباب منطقتي هي إيش في إشي جديد خارج إطار الدراسة المنهجية، فكانت الفكرة الجديدة إنه نطلع بمركز من العلم ونبرز. الهدف الأساسي من العلم ونبرز كيف ننشر الوعي بين الشباب بأنه التعليم مش شرط أنه يكون داخل الحرم الجامعي. درب أثر باتجاههم، باتجاه الشخصي، أثر على قوة شخصيتي، مدى اجتماعيتي من ناحية شغل، كيف تصنع شيء مميز. ومن هون انطلقت فكرة مكتبي باعتبار أنه الوحيد بالجنوب. درب علمني كيف أكون إنسان ناجح، وكيف أعلم الناس النجاح، وكيف أساعدهم، وهالشي بخليني أردني رافع راسي. أنا بثينة الغراغير، سكان لواء دير علا، أشتغل بالشركة الأردنية لترويج المنتجات الزراعية. طبعاً طبيعة الشغل اللي هي عندنا اللي هي زراعتها في الحقل، اللي هي بعدة أصناف، اللي هي النعنع والبقدونس ومرمية وخس وإلى آخره. بعد ذلك وصولها للمركز، بعد وصولها للمركز تتم اللي هي عندنا التسجيل من أنو حقل ورقم هاي المجموعة. بعد ذلك وضعها في التبريد، طبعاً حسب المواصفات السوق البريطاني نشتغل عليها، وبعد ذلك تغليفها، بعد ذلك نضعها في الثلاجة، وبعد ذلك تصديرها. بالجانب المهني كمركز، المركز موجود كوسط يشمل جميع اللي هي مناطق لواء دير علا بدون استثناء. طبعا هي فيها كثير العلاقات مترابطه مع بعض. من ناحيه الشخصيه، اول شيء كثير شخصيتي قويات، وصرت انا بارزه بالمجتمع. اكملت دراستي الثانويه العامه وكان ليس لدي القدره على اكمالها، ولكن اشكر الجهود على ساعدتني على اكمال دراستي اللي هي لجمع مبلغ وقدره، والان انا على مقاعد الدراسه. افتخر ان اكون اردنيه ورافع راسي. اسمي محمد هارون الصنات من معان، عمري 15 سنة، بدرس في مدرسة عمر الخطاب. تعرفت على نادي الحوار من مدير المدرسة. شاركت في أندية الحوار التطوع في معسكرات الحسين العام للبناء. حبيت أشارك في النادي مشان أتعلم أشياء جديدة أنا ما كنت بعرفها، وصرت أنمي مهاراتي. صار عندي قدرات إني مثلاً أشارك في مجموعات، عندي قدرات حوار، وتعلمت معاني كثيرة منها حق الرأي والتعبير وعدم التمييز وقبول الآخرين وحق الكرامة الإنسانية. أنا بحب معان لأنها مدينة أحلامي، واللي تعلمته واللي راح أتعلمه راح أستخدمه في تطوير بلدي، لأني بحب أعمل واجباتي تجاه وطني وأردني ورافع راسي.